الفرق بين التقليد والاتباع، لا فرق بينهما، التقليد هو الاتباع والاتباع هو التقليد. ولكن إذا كان الإنسان يستطيع معرفة الحكم الشرعي بنفسه يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يقلد. أما إذا كان ما يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه فلا بأس أن يسأل أهل العلم ويأخذ بما يقولون. إن كنتم لا تعلمون، بهذا الشرط، إن كنتم لا تعلمون، أدل على أن الذي يعلم ويستطيع معرفة الحكم أنه يبحث هو عن الحكم الشرعي، وأما الذي لا يستطيع فهو يسأل أهل العلم ويقلدهم لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك.